أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع التكيس المبيض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات، ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا في العلم. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم تأخر الإنجاب، يوم شديد الإثراء الطبي والعلمي، وخلينا أقول لكم أنه طالما الموضوع يدور حول منطقة مهمة جدا في عالم تأخر الإنجاب وهي قناة فالوب، إذن فالحوار سيكون شديد التفاصيل وأيضا سيوضح أمور كانت راسخة في دماغ الكثير من الناس لكن العلم الحديث غيرها تماما. النهاردة حوار زي ما قلت لكم علمي دقيق راقي المستوى مع واحد من قمم علاج تأخر الإنجاب في العالم العربي، واسم بالطبع له تواجده المتميز جدا في المجال أو في المحتويات المحتفلات العالمية، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. قناة فالوب هذه المعضلة المشهورة جدا تنظر لها فتقول سبحان الله، ولكن قد يصبها عطب ما فيجعلها عبء كبير على عملية الإنجاب. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم كلام مهم قوي دكتور أيمن عن قنوات فالوب أو الأنابيب، يعني عشان نوضح قد إيه فعلا فعلا قنوات فالوب دي قد إيه مهمة جدا عشان يحصل الحمل في العموم، وحتى لو الحالة اضطرينا ان احنا نعمل حقن مجهري برضو قنوات فالوب ليها دور. فالحلقة دي والحلقة اللي جاية هتكلم كلام مهم جدا عن قنوات فالوب، سواء في الحمل العادي التلقائي او سواء في الحقن المجهري. مفيش بقى كيس سيناريو النهاردة، لا هنتكلم كلام على طول في بس في مئات الكيس السيناريو. جدا 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 هنقول في النص كده حالات فعلا عدت علينا ليها علاقة بقنوات فالوب ومشاكلها. معنا عبر الانترنت دكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد، مدرس بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبه، هيكون معنا مشارك في هذا الحوار. اهلا بيك دكتور طارق بيه، منور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قبل ان نبدا هذا الحوار، كيف ترى قناه فالوب؟ طبعا هو قناه فالوب هو الكائن المهم جدا الموجود ما بين الرحم والمبيضين. قنوات فالوب ديت عشان خاطر نقول انها سليمه لازم تكون سليمه من ناحيتين، من ناحيه التشريحيه ومن ناحيه الوظيفيه. من ناحيه التشريحيه المفروض انها تكون مفتوحه
وكمان في المكان المقابل للمبيض، ما تبقاش هي في حتة والمبيض في حتة، ده تشريحيا. ووظيفيا لازم يكون الصوابع بتاعتها اللي اسمها الفيمبريا شغالة عشان تعرف تلقط البويضة، وحاجة اسمها السيليا أو الأهداب موجودة جوه الأنبوبة وشغالة عشان تعرف تزق البويضة وتوصلها للرحم. فدي الحاجات المهمة نتكلم عليها، الأنابيب بتاعتنا، الأنابيب قنوات فالوب، عشان يحصل عن طريقها حمل تلقائي لازم تكون تشريحيا سليمة. يعني ايه تشريحيا سليمة؟ يعني فيها حاجتين، ايه هي؟ رقم واحد مفتوحة، ورقم اتنين تبقى مقابلة للمبيض، ما تبقاش هي في حتة والمبيض في حتة، ده التشريحيا. والوظيفيا الفيمبريا اللي هي بالبلدي الصوابع، والسيليا اللي هي بالبلدي الأهداب. لازم تكون الصوابع سليمة والأهداب سليمة. ده كلام مهم جدا جدا. امتى هتبوظ بقى؟ تعال نشوف دكتور طارق. إصابة قناة فالوب بمشكلة ما، يعني قصة مثيرة جدا من ناحية الأسباب، فقول لنا يا دكتور طارق ما هي. هقول لك أشهر الأسباب لأنه يمكن الوقت ما يسعش إن احنا نقول كل أسباب إصابات قناة فالوب. إزاي حضرتك دكتور؟ الله يخليك. دلوقتي هنتكلم عن أهم حاجة بتصيب الأنابيب فالوب أو قناة فالوب، وهو الالتهاب. اللي بيؤدي ان يحصل التهاب في الانبوبه، يعني صراحه ده بيحصل حاجه من ثلاثه، طريقه من ثلاث طرق. اول حاجه ودي اهم حاجه اللي هو الاسندنج انفكشن او الالتهاب الصاعد. بمعنى ايه؟ احنا عارفين الانبوبه متصله بالرحم، اذا لما يكون في التهاب في عنق الرحم او التهاب في تجويف الرحم، سهل جدا البكتيريا ممكن تطلع عن طريق الرحم وتخش جوه الانابيب وتعمل لها التهاب. طب ايه اللي يؤدي للالتهاب في عنق الرحم او في تجويف الرحم؟ اهم التهاب بيؤدي يعني بيصيب عنق الرحم هو الالتهابات او البكتيريا اللي بتنتقل عن طريق العلاقه الزوجيه، العلاقات الزوجيه المتكرره والمتعدده. ممكن بكتيريا تصيب برضو تجويف الرحم عن طريق تلوث بقايا اجهاض او بقايا حمل سابق. وده واللي بيساعد بقى ان البكتيريا اللي تطلع، لو عملنا اي حاجه بنسميها انسترومنتيشن، عملنا اي حاجه اثناء وجود التهابات، بمعنى لو ركبنا لولب في وجود التهاب في عنق الرحم، لو عملنا مثلا حاجه زي اشعه بالصبغه او منظار رحمي في وجود التهاب في الرحم، ده بيساعد جدا ان البكتيريا تصعد الى الانبوبه وتعمل التهاب في الانبوبه. اذا اول طريق وده اهم طريق هو الاسندنج انفكشن. ممكن برضو يحصل انتشار للمرض او الالتهاب للانبوبه عن طريق لو في عضو في الحوض في التهاب شديد، ده ممكن ينتشر بشكل مباشر الى الانبوبه. يعني مثلا لو في التهاب شديد في الزائده الدوديه، ده ممكن يحصل سبريد، ممكن يحصل انتشار للبكتيريا وتصيب الانبوبه الناحيه اليمنى. الطريق الثالث هو طريق الدم هو بلاد سبريد، واهم طبعا نوع من انواع البكتيريا اللي بيصيب الانبوبه عن طريق النظام دوت هو الدرن او السل. ايه تاني؟ الالتهاب بيحصل يا اما عن طريق تجويف الرحم، يا اما عن طريق عضو في الجسم جنب الانبوبه، او عن طريق الدم. تمام. ده يعني يطرح علينا سؤال مهم جدا، هل لابد أن تكون هناك أعراض لكل هذه القصص المثيرة؟ تمام. قبل بس ما أجاوب على حقيقة على السؤال دكتور أيمن، هو النماذج اللي قالها دكتور طارق اللي هو أكتر حاجة تأثر على الأنبوبة ما تخليهاش تقوم بالوظيفة بتاعتها عشان يحصل، وإيه الوظيفة بتاعتها؟ أن يحصل حمل. ده المكان اللي بيلتقي فيه البويضة بالحيوان المنوي عشان البويضة تتحول لحاجة اسمها جنين، والجنين ده له عبارة عن خلايا، الأهداب بتزق الجنين ده لحد ما يوصل للرحم. ده الطبيعي عشان يحصل حمل تلقائي. اكتر سبب يؤثر على الانابيب ما تخليهاش تقوم بالوظيفه بتاعتها دي هو التهاب. التهاب نتيجه ميكروب وصل لها. هقول لك نماذج من اللي قالها دكتور طارق. الميكروب وصل ازاي للانابيب بعد حمل؟ لسه الست والده والطريق مفتوح، بيرث كانال طريق مفتوح، دخل ميكروب بعد سقط، بعد سقط، بعد إجهاض. حتى لو عملت عملية تنظيف وارد أن يخش ميكروب. لولب متركب، وعن طريق اللولب ده طلع ميكروب وتشعبط على اللولب ووصل لحد الأنابيب. عن طريق زايدة فيها التهاب، زايدة جنب الأنبوبة اليمين قريبين وملامسين لبعض. عن طريق الدم تسوس سنان، لوز، شيشة. شيشة وصل الميكروب الدرن وصل إلى الرئتين، ومن الرئتين عن طريق الدم وصل الى
الانابيب. النماذج اللي انا قلتها دي بعد ولاده، بعد سقط، بعد تركيب لولب، بعد زايده دوديه، بعد شيشه، مثلا الخمس نماذج دول دي نماذج قليله ولا كتيره في المجتمع بتاعنا؟ كتيره جدا. كتيره جدا. يبقى وارد جدا ان يحصل التهابات في الانابيب. على فكره يوصل للتي بي بنوعيه للانابيب، يعني صحيح الشاس تي بي والجي اي تي تي بي. بالظبط. بالظبط يوصل بالظبط. بس على اساس الشيشه والشيست اللي هو الجهاز التنفسي هو الاكثر، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بس ممكن فعلا يوصل عن طريق الجي اي تي اللي هو الامعاء يعني. فدي نماذج كتيره جدا 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 في المجتمع للاسف موجوده. والنماذج ديت لما تيجي تحمل بعد كده، يعني هي حملت ولدت قبل كده وطلع ميكروب اثر على النبيب، تيجي تحمل بعد كده مش ما بتحملش. وندور على الاسباب وندور على الاسباب. والانابيب دي منسيه خالص. ليه منسيه خالص؟ ما هي حملت ولدت قبل كده. لا طب لا طب، هي طالما حملت ولدت قبل كده، طالما في تاخر حمل، يبقى الانابيب لازم لازم نحطها في الاعتبار وندور عليها ونتاكد هل فيها مشكله ولا سليم. حضرتك سألت سؤال مهم، وكان دكتور طارق بقى كان هو اللي هيجاوب عليه. ايه هو الاعراض؟ الاعراض. طب يعني انت رميت الكرة في ملعب الدكتور طارق. بالظبط كده. سؤالي كان للدكتور هشام اللي قال لا الدكتور طارق اولى ان هو يجاوب هذا السؤال. هو سؤال يعني الست هتساله لك لما تيجي تقول لها انت عندك مشاكل في الانابيب، تقول لك انا ما اشتكيتش ابدا من اي حاجه. فهي دي التعبير، انا جاوبت كده، بس فسر لي ليه كتير من الحالات بتبقى سيمتوماتيك. بالظبط كده يا دكتور ايمن، فعلا نسبه كبيره من الحالات بتكون فعلا مش بتشعر باي اعراض، بتتشخص حاله التهاب الانابيب اثناء احنا لما جينا الحاله عندها تاخر انجاب، بنعمل اسسمنت، بنعمل تقييم للحاله بشكل كامل. من احد يعني الخطوات لتقييم الحاله اللي هو الاطمئنان على قنوات فالوب، بتتشخص احيانا بشكل بالصدفه يعني اثناء التقييم لتاخر الانجاب. هي الحقيقه الحالات ممكن تشعر فعلا باعراض زي سخونيه، زي التهاب مزمن في الحوض، التهابات من تحت، لكن في نسبه منهم برضو مش بيشعروا باي اعراض خالص. النقطه اللي عايزين ننهي بيها حوارنا بقى، ازاي ترى دور الانابيب في تاخر الانجاب او حتى فشل حمل المجاري؟ ولو ان ده حلقه كبيره يعني. ما ده المفروض هنتكلم عليه في الجزء بس اديني كده مقدمه عبال ما نتكلم عنه. طيب الاول بس عاوز يعني اعقب، هقول لحضرتك حاضر ماشي حاضر، بس عاوز اعقب بس على كلام دكتور طارق في حاجتين مهمين. انا على فكره مضطهد الحلقه دي، انا حاسس اول مره احس بالاضطهاد. مش ماشي على سكريبت خالص يا باشا، انا متشوق. يعني انا تعب نفسي وعمال اكتب. ما انا عارف ان انا مش ماشي على السكريبت، بس عارف الحته دي ايوه كان منها شيق علينا حواركم كله، مقدمه رائعه عن الانابيب. ايوه تمام. بس دي اللي انا عيني عليها. أيوة. المنطقه دي، وانا عارف ان انت عينك عليها برضو. أيوة. بس قول لي انت عايز تعلق ايه، لو حاسس انت عايز تعلق على الصبغه. هو بس نقطه مهمه جدا حته الصبغه ديت. مفيده؟ طبعا مفيده، وبعدين دي اساسيه. احنا اتفقنا ان في اربع حاجات لازم يكونوا سلامه عشان يحصل حمل: بويضه، حيوان منوي، رحم، انابيب. انابيب بنعرف انها سليمه منين؟ عن طريق الاشعه بالصبغه. صبغه سائل بتحقن من تحت ويعدي في الانابيب ونشوف انها مفتوحه ولا مقفوله. بس تمام. طيب لقينا الانابيب مفتوحه خلاص بنستنى. بس ايه اللي ورا بس دي؟ ايه اللي ورا بس دي؟ ده شيء مهم جدا. ورا بس دي، هو انا دلوقتي في لما جيت قلت في اول الفقره اول الحلقه عشان اقول انابيب سليمه لازم تكون سليمه حاجتين: تشريحيا وظيفيا. بعد ما حضرتك تاخد عصير الليمون ده بالهنا والشفاء خلاص تمام. تشريحيا يعني ايه اللي المفروض يكون سليم في الانبوبه؟ الاهداب والفيمبري. لا اخصى عليك. لا الفيمبري. اللقطات. لا اخصى عليك. البيتنسي. البيتنسي اللي هي مفتوحه. ماشي ما مفتوحة. ده اوكي. طب ما دي تشريحيه. وعلاقتها بالمبيض. اوكي وعلاقتها بالمبيض. هو ده التشريحيه. وظيفيا اللي هي الصوابع، الفيمبريا والاهداب. تمام. انا لما بعمل اشعه بالصبغه انا بقيم مين في دول؟ لا انت بتقيم البيتنسي بس. بس بس. انا مش هعرف اي حاجه تاني. مش هعرف هل الصوابع سليمه ولا لا، الاهداب سليمه ولا لا، مش هعرفها خالص. مش هعرف علاقه الانابيب بالمبيض. كل اللي انا بحكم عليه بالاشعه بالصبغه مفتوحه ولا مفتوح ولا مقفول. عملنا الاشعه بالصبغه وكانت الانابيب مفتوحه الحمد لله. بنستنى فتره قد ايه؟ طالما العوامل الاخرى سليمه بنستنى فتره 6 شهور.
طب عملنا اشعه بالصبغه لقينا فيها حاجه غير طبيعيه، وحط تحت كلمه حاجه غير طبيعيه دي 10,000 خط. ليه؟ لاني 10 اشعات بالصبغه بشوفهم اتقال عليهم ان هم طبيعي، 6 أو 7 منهم بيكون فيهم علامات غير طبيعيه، لاني مش الطبيعي انها تكون مفتوحه وبس، لا الطبيعي المسار بتاعها طبيعي، الرحم كده نازل منه الانبوبتين ولا في انبوبه مرفوعه، ولا الانبوبتين مرفوعين، ولا في التواء زياده عن اللزوم، في عوامل تانية، في عوامل تانية نقدر نتوقع من الاشعه بالصبغه ان فيها مشكله، تمام؟ ولما نتوقع يبقى لازم نتاكد، وهنتاكد بالاجراء اللي قال عليه دكتور طارق اللي هو ايه؟ المنظار. السؤال اللي جاي، المنظار هيقيم مين في سلامه الانبوبه تشريحيا ووظيفيا؟ ناخدها واحده واحده. تشريحيا الاثنين، انابيب مفتوحه ولا لا بتبان بالمنظار؟ لا. يا نهار ابيض، منظار البطن. منظار البطن منظار البطن تمام. علاقتها بالمبيض بتبان طبعا. بتبان طبعا، الله، يبقى في فوائد اهو. المنظار البطن بيضيفها تمام. الصوابع سليمه ولا مش سليمه؟ سليم. بشوفها. الاهداب؟ لا ما بشوفهاش. ما بشوفهاش، وهي دي اللعبه في الانبوبه. اهدابك يا انبوبه لن نستطيع الوصول اليها. لن نستطيع ابدا ابدا. مفيش وسيله تشخيص خالص، ولا مخبيها ولا ولا لا 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 أنا انت بتقول انا اسعد بتخدعني. انا حاسس بالظبط كده النهارده. انت إن أنا اليوم كله فخاخ. لا 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 لا، هو ده في حقيقي فعلا. الاهداب هي الجزء الوحيد في الانبوبه اللي ملوش وسيله تشخيص، لا اشعه ولا تحليل ولا فحص ولا اي شيء. ايه اسخف حاجه واقصى حاجه انت بتشوفها في التعامل مع الانابيب بالنسبه لتاخر الانجاب لغايه لما نكمل الحلقه الجايه؟ هو أسخف حاجة هو عدم تشخيص مشاكل واضحة في الأنابيب حتى بالوسيلة التشخيص التقليدية جدا اللي هي الأشعة بالصبغة. دي أسخف حاجة، إن هو في فوست فايندينج، يعني فعلا في مشكلة في الأشعة بالصبغة، باين إن في علامة، باين إن في حاجة مش طبيعية، وبأكد على كلمة شك، واسمها كده في الطب suggestion. يعني إيه suggestion؟ يعني شك أو احتمال. في suggestion عشان جامد في الاشعه بالصبغه، في احتمال، في شك جامد، وللاسف الحاله اتقال لها الاشعه بالصبغه دي طبيعيه. انت نورتنا النهارده، الله يخليك. ابدعت كالعاده. واحده من الحلقات المهمه جدا جدا والمواضيع الطبيه المثيره جدا انابيب فالوب، لكن يبقى الجزء الثاني اكثر اثاره، لان كل الاسئله اللي انا سالتها في الجزء ده هي اللي هنجاوبها الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ دكتور هشام الشاعر، نورت وشرفت. الله يخليك. وضيفي عبر طبعا وسائل التواصل الدكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد بكليه الطب، اكيد شرفنا ونورنا. خليكم معنا، سلام.